بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: تجرأ أحد المتعالمين على وصف الصحابة بالغثائية، فلما بين له أن هذا سب للصحابة أبى الرجوع والتوبة، فما واجبنا نحن طلبة العلم معه؟ لا يسب الصحابة إلا زنديق أو ضال أو مبتدع، لا يسب الصحابة من في قلبه إيمان. الصحابة لهم حق ولهم كرامة ولهم منزلة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة، أفضل الأمة على الإطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تنقصهم ولا سبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فلا يلحق الصحابة أحد في الفضيل مهما بلغ من العبادة والجهد، لا يلحق بالصحابة. والله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر الصحابة المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يتناول الصحابة أو أحدا منهم بالتنقص هذا ضال بلا شك، إما كافر وإما أنه مبتدع، إما أنه كافر وإما أنه مبتدع ضال، نسأل الله العافية. نعم.